نبدأ أخبارنا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، وده بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه سيادته كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في التقارير أو في التقرير اللي جاي، ونرجع تاني لحضراتكم. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه سيادته كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، رحب بكم في بلدكم مصر، وذلك في ظل مرحلة تاريخية يشهد فيها العالم تطورات خطيرة ومتلاحقة تنعكس تداعياتها على أمننا واستقرارنا، حيث نجحت المخططات التي تستهدف منطقتنا في إثارة مشاكل لدى كل دولة لتنغلق على نفسها وتركز اهتمامها على حل مشاكلها، وبالتالي تراجع التعاون الجماعي والذي كان كفيلاً بحل أي مشكلة أو أزمات أو صراعات دون تدخل خارجي. السادة الحضور، إذا كانت هناك خلافات سياسية فعلينا أن نعمل بصورة جادة على تجاوز التباعد السياسي في المواقف، وأن نعمق تعاوننا الاستخباري الذي يمكن من خلاله تجميع أجهزة دولنا وحكوماتنا حول حماية أمننا واستقرارنا. معنا دلوقتي على التليفون مشاهدينا الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك في البداية. مساء الخير أستاذة آية، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. لو بنتكلم على دلالة أن يكون المنتدى منتدى العربي الاستخباري، أن تكون الجلسة الافتتاحية هنا في مصر وكلمة الرئيس والتنسيق العربي المصري اللي يكون في هذا المجال الدقيق الحقيقة. الحقيقة نحن أمام حدث فريد من نوعه. المنتدى العربي الاستخباري الذي أصبح بعد جلسة اليوم مقره في القاهرة يمثل أحد أهم الآليات التي تم استحداثها لإعادة منظومة الأمن الإقليمي العربي مرة أخرى، وإيقاف حالة السيولة التي تتعرض لها المنطقة العربية على مدار تقريبا 10 سنين. المشهد اليوم بحضور رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة الوزير عباس كامل وحضور السيد الأمين العام للجامعة العربية يعطي انطباعا عن أنه تم كسر حالة السيولة التي كانت تتعرض لها المنطقة، وأن المنطقة تستعد إلى مراحل أخرى من التعاون التي افتقدها العالم العربي ودفع ثمنها العالم العربي. هذا المنتدى من سواء من حديث السيد الرئيس أو حتى فيما توارد عنه من معلومات بدأ واضحا أنه له استراتيجية محددة. هذه الاستراتيجية تهدف بالتحديد إلى وضع منظومة محكمة ومتكاملة الآن لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. خلينا نتكلم من ناحية التوقيت. التوقيت أن هذا الإعلان الذي جرى اليوم جرى بعد أيام من تفجيرات دامية في بغداد أعلن من خلالها تنظيم داعش عن عودته بقوة، وهي التفجيرات الأقوى في العراق منذ عام 2016. وبعد سنوات من الك...
الكثير من الأحاديث والكثير من التقارير والكثير من الأوراق البحثية في مراكز الأبحاث الدولية التي كانت تتحدث عن رحيل داعش من منطقة المشرق العربي وإعادة تمركزه في مناطق أخرى، ظهر واضحا أن هناك موجة أخرى تستدعي الفوضى مرة أخرى في القاهرة وتقويض مفهوم الدولة الوطنية ودولة المؤسسات في المنطقة العربية. فحدث اليوم ليس حدث عابر على الإطلاق، ولكنه آلية مؤسسية منضبطة تنطلق بأفق بالغ الأهمية لإعادة إحياء الدولة الوطنية، وهو آلية كانت تحتاجها المنطقة العربية بشكل فعال. طيب حضرتك يا أستاذ أحمد أشرت في كلامك على أن يعني المنطقة العربية ربما تستعد لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون. السؤال هنا، ما هي المتطلبات المفترض تكون حاضرة دلوقتي على أجندة أولويات مصر في التنسيق العربي الاستخباري الدقيق في هذا التوقيت تحديدا؟ خلينا نتكلم أن مصر أجندتها الخارجية معلنة، وهي تستهدف استعادة الدولة الوطنية في المنطقة العربية، لأن ده السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار مرة أخرى في المنطقة العربية. وبالتالي هي انتهجت هذا النهج منذ ثورة 30 يونيو ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. وهذه الاستراتيجية المصرية الخارجية يعني بدأت ثمارها تأتي النهاردة. احنا بنتكلم على بداية الحديث عن المسار السياسي بجدية في ليبيا رغم كل المعوقات السابقة، وهذا يبرهن على قوة العمل المصري في هذا المجال. مصر كافحت في السنين اللي فاتت ان الارهاب ما يبقاش جزء من مستقبل سوريا. مصر تعمل بجد على اعادة العراق الى فعاليته في المنظومة العربية، ومن هنا ظهرت آلية التعاون الثلاثي المصرية الأردنية العراقية. مصر تعمل بجد على أن تكون القضية الفلسطينية مرة أخرى هي القضية المركزية للعالم العربي. وهنا نرصد أيضا الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المصري الوزير عباس كامل ورئيس المخابرات الأردني إلى رام الله الشهر يناير الفائت لترتيبات البيت الفلسطيني من الداخل، وهي الاستخلاصات التي حضرت أيضا في القمة المصرية الأردنية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني. ترتيبات معنية بانتخابات النواب في فلسطين، انتخابات تشريعية عفوا، وانتخابات السلطة الفلسطينية. واحنا عارفين ان من 2005 ما فيش انتخابات سلطة في فلسطين، ومن 2006 ما فيش انتخابات تشريعية. هذا العمل المصري الجاد كان من الطبيعي ان يتم ترجمته في آلية مؤسسية منضبطة مثل مقر المنتدى، أن تكون مصر هي مقر المنتدى العربي الاستخباري. الأستاذ أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات على نفس هذا الموضوع المهم. الحقيقة مشاهدينا انضموا إلينا هاتفيا الآن الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار. يا أستاذ خالد تحياتي لحضرتك. أهلا بك وكل السادة المشاهدين. كون أن القاهرة تستضيف هذا المنتدى المهم في هذا التوقيت، يعني الرسالة والدلالة ليس فقط للوطن العربي ولكن للعالم أجمع. أنا أعتقد أنه رسالة مهمة، بس خلينا نتكلم الأول أنه ما حدث اليوم من افتتاح بمقر دائم لهذا المنتدى وهو الأول من نوعه في عالمنا العربي هو استكمال لجهد مصري كبير. عندما استضافت مصر الاجتماع الأول لهذا المنتدى في 23 و24 فبراير من العام الماضي، الآن نحن نتحدث عن مقر دائم، نحن نتحدث عن عمل سيتم بشكل مؤسسي وسيتم بشكل يومي لتعاون عربي استخباري لم يحدث من قبل ولم تشهده المنطقة من قبل. وأعتقد أنه في توقيت هو توقيت شديد الحساسية زي ما أنت قلت، توقيت مهم جدا في إرهاب وتطرف بيحيط بدولنا العربية، في مخططات بتسعى إلى تقسيم وتفكيك الدول العربية على أسس عرقية وطائفية، في تدخلات خارجية في أزمات المنطقة بتهدد وحدتها وسلامتها، في استهداف واضح لخصوصية الدول العربية الاجتماعية والثقافية والتنموية. كل ده كان بيقول أنه لا أحد منفرد يمكنه أن يواجه كل هذه التهديدات وكل هذه المخاطر، لابد من أن تتحرك القاهرة وهي قلب العالم العربي
لتجمع العرب من جديد في منتدى عرب استخباري، هو الأول من نوعه، ويبدأ العمل اليوم من مقره الجديد في القاهرة. أعتقد أنها منطقة مهمة جدا في توقيت مهم جدا، لأنه بهذا العمل الجماعي يمكن أن نضمن قدرتنا على مواجهة هذه التحديات واجتيازها في سلام. طيب خليني يعني أتكلم مع حضرتك على النقطة اللي أشرت ليها، إن هو منتدى يكون يعني أول من نوعه. دائما التعاون الاستخباري الدقيق الوثيق ما بين أي دولة وأخرى يتم عن طريق يعني أو يتم من خلال سرية تامة. كون أن تكون أو أن يكون هذا المنتدى بشكل علني وبشكل أن يكون العالم كله عارف يعني ويعلم أن مصر تستضيف هذا المنتدى، وأن يكون هناك تعاون استخباري دقيق ما بين الدول العربية في هذا التوقيت، يعني الرسالة من إعلان هذا المنتدى أيضا يا أستاذ خالد؟ الرسالة من إعلان هذا المنتدى أنه هناك مخاطر واحدة بتهدد كل دولنا العربية تاني. هناك استهداف واضح لكل دول المنطقة، استهداف واضح لتقسيمها، استهداف واضح لزرع الإرهاب وأن يستمر هذا الإرهاب الذي يجد من يموله ومن يدعمه. هناك استهداف واضح بتشارك فيه قوى خارجية إقليمية ودولية، استهدف صنعة الفوضى زي ما الرئيس السيسي قال اليوم في كلمته وبيفتتح هذا المنتدى عبر الفيديو كونفرنس بهدف السيطرة على مقدرات أوطاننا العربية. لأنه المخاطر واحدة والمخاطر تقريبا بتهدد كل الدول العربية بلا استثناء، فإحنا بنعلن النهاردة من القاهرة بشكل واضح وعلني أنه هناك عمل عربي جماعي بتقوده أجهزة الاستخبارات في العالم العربي، وإحنا عارفين أن أجهزة الاستخبارات هي الأجهزة التي لديها المعلومات الكاملة والحقيقية صحيح عن كل المخاطر التي تحيط بكل دولة على حدة والتي تحيط بكل الدول العربية مجتمعة. وبالتالي عندما يكون هناك تنسيق وتكامل وتوافق واستكمال للمعلومات وللرؤى، أعتقد أن ده بيدينا قوة دفع إضافية للأمام حتى نستطيع أن نتجاوز هذه التحديات ونواجهها. وأعتقد أن دي الرسالة الأساسية، أن احنا صحيين، العرب صحيين، العرب فايقين، العرب عارفين المخاطر اللي بتواجههم، والعرب قرروا أنهم يجتمعوا، والجامعة الدول العربية كانت حاضرة اليوم. هذا عمل عربي جماعي مشترك لمواجهة هذه المخاطر، هم قادرون على اجتياز هذه المخاطر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار على نفس هذا الموضوع. مشاهدينا على التليفون بينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع. أستاذ أكرم تحياتي لحضرتك. أهلا، تحياتي ليكي والمشاهدين. لو عايزين نقف على الصور اللي احنا الحقيقة كنا بنتابعها دلوقتي مع السادة المشاهدين ومع حضرتك، يعني قد إيه بتعكس مكانة مصر لدى العرب بشكل كبير والتعويل عليها في هذا الدور الدقيق، الدور الاستخباري الوثيق ما بين الدول العربية الشقيقة؟ هو ده طبعا الحقيقة أنه القاهرة تستضيف هذا المنتدى ويكون له مقر دائم، دي خطوة استمرار لسياسات مصر اللي مستمرة منذ 7 سنوات وأكثر في فكرة أنه مصر بترى أن السياسة الخارجية العربية يجب أن تكون فعل وليست رد فعل. يعني طول الوقت احنا الناس بتسمع أنه في تهديدات وفي محاولات لاختراق، وخلال السنوات اللي فاتت العشرة السابقة شفنا قد إيه حجم الخراب، حجم التحولات، تنظيمات إرهابية، تهديدات. هذه التنظيمات ليست منبتة عن ممولين وعن داعمين وعن أموال، والمواجهة الحقيقية وحماية الأمن القومي العربي ترتبط بالمعلومات في الأساس، وأجهزة الاستخبارات يعني المعلومات، يعني تبادل المعلومات، يعني الحصول على معلومات دقيقة، لأنه بناء على أي معلومات أو أرقام دقيقة لا تستطيع دولة أن تتخذ قرار إلا إذا كانت قادرة على إحصاء ومعرفة المعلومات الدقيقة عن أي تحدي بتواجهه. دي نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالمنتدى ووجوده في القاهرة. طب كون يعني مصر حاضنة لهذا الأمر، يعني ده الحقيقة بيشير لي دلالة، يعني ستكون دلالة تاريخية في التاريخ الوطن العربي الحقيقة، فده طبعاً اللي محتاجة أركز فيه مع حضرتك أكتر ونوضحه طبعاً للسادة المشاهدين. طبعا مصر زي ما أنا قلت إنه سياساتها الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت طوال الوقت بيتكلم أولا في سياسات معلنة وواضحة إنه الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وإنه أي تهديدات في أي مكان في المنطقة العربية بتؤثر سلبا وإيجابا على ما يحدث في المنطقة. شفنا اللي حصل في ليبيا، اللي بيحصل في اليمن، اللي بيحصل في سوريا، اللي بيحصل في دول مختلفة، محاولات اغتيالات.
طول الوقت كانوا الناس بيتكلموا على فكرة هي الإدارة دي اتغيرت هو العالم. مصر بتقول لا احنا ناخد المبادئة، وزي ما انت اشرتي ان القاهرة يكون يعني القاهرة بتبني على ما سبق بناءه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، سياسة الأمن القومي العربي اللي هو في مواجهة تهديدات واحدة. وانه لو احنا شفنا انه كانت مصر طوال الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتحدث منذ 7 سنوات واكثر، كان يقول لاوروبا وللعالم انه الارهاب لا تتصوروا انه شرق اوسطي او في المنطقه فقط ولكنه يهددكم، وحصل بالفعل. وده بيدي طبعا بالتاكيد ادله على صحه الرؤيه المصريه فيما يتعلق بهذا الامر. وجود القاهره وتبني القاهره لهذا الامر هو تاكيد لفكره ان تكون القاهره منطلق للفعل العربي، وما يبقاش رد فعل مش هنستنى ادارات بتتغير. يعني بعض الناس بتبني تحليلاتها على نظام على طريقه قديمه جدا ان تنتظر العالم، لا يجب ان تنتظر العالم لانه العالم في النهايه مشغول بمشاكله وباقتصاده وبمنافساته وله مصالحه الخاصه، احنا يجب ان تكون مصالحنا هي في الاساس. ودي رؤيه مصر ورؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بهذا الامر، وهي رؤيه ثبتت صحتها لانه لا يمكن في القضيه الفلسطينيه، في قضيه سوريا، في قضيه ليبيا لا يمكن الانتظار. احنا عارفين انه مصر دعمت فكره ان تكون ليبيا للليبيين وانه الليبيين هم اللي يدرسوا هذه المصائر. الامن القومي المصري والامن القومي الليبي مرتبطين بالسودان بغيره. ففي المشاكل الاقتصادية مش هنستنى برة، مش هنستنى ناس تتدخل، لا احنا بنبني استراتيجيتنا بشكل واضح. صحيح. وسياسات مصر وسياسات الدول العربية معلنة وواضحة، احنا حدودنا هو، امننا القوم هو، وفكرة انه يبقى في تبادل معلومات ويبقى في ده. فالحقيقة الفكرة بتؤكد ريادة القاهرة في هذا الامر، وان القاهرة طبعا معروف ان هي الدولة العربية الاكبر، الدولة العربية الاكثر دراية فيما يتعلق به محددات الامن القومي ومحددات السياسه بشكل عام. وحل مواجهه مثلا دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على فكره انه وقف تمويل الارهاب، معاقبه الدول التي تمول الارهاب، معاقبه الدول والافراد والجماعات والتنظيمات، لانه التنظيمات الارهابيه لا تعمل لوحدها ولكنها تعمل لتحقيق مصالح اخطرها الحقيقه هو استمرار عدم استقرار في منطقه بما يؤدي في النهايه الى فرض وجهات نظر خارجيه. مصر بتقول لا محدش هيفرض وجهات نظر خارجيه، احنا هنحط وجهات نظرنا وامننا القومي. صحيح، لان في الاول وفي الاخر دي القضيات اللي هي بتخصنا احنا، ما بتخصش اي حد من الاطراف الخارجيه. استاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل. بينضم الينا هاتفيا الان على نفس هذا الموضوع المهم مشاهدينا الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره الاهرام. استاذ عبد المحسن تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا استاذ ايه واستاذ المشاهد. تحياتي. يعني المشاهد برضو اللي احنا بنشوفها يمكن بتعكر صفو الكثير من اعداء والحاقدين على مصر، وليس فقط الحاقدين على مصر تحديدا ولكن لمن يحقد على مصلحة الوطن العربي ووحدة الوطن العربي. يعني العائد من انعقاد هذا المنتدى العربي الاستخباري في القاهرة والإعلان عنه بشكل علني زي ما بنقول كده قدام العالم كله. شوفي، أولا ده يعني خطوة مهمة جدا، وخطوة يعني أرجو أنها تبقى يعني ضمن زي لها أجندة سنوية. يعني زي ما حضرتك أشرتي أن طبعا أن الجديد كمان أن يبقى إعلان وعلني واضح. لا ده مهم جدا، لأن التعاون الأمني الاستخباراتي الآن أصبح ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة من عواصف منذ 10 سنوات. احنا بقالنا في 10 سنوات كانت المنطقة متعرضة للهلاك التام يعني، وللاسف الشديد سقطت بعض الدول. يعني الموضوع ما عداش بسهوله، ولسه احنا عندنا دول لا تزال تعاني معاناه شديده جدا. عندنا ليبيا، عندنا سوريا، عندنا اليمن، عندنا لبنان دخلت في القصه، عندنا العراق، عندنا مشكلات كبيره جدا بتعاني منها لا تزال بعض الدول العربيه في اعقاب هذه الازمه. وبالتالي انا استاذ عبد المحسن دوله بعينها، يعني ما كانش الموضوع بيستهدف دولة بعينها بقدر ما يستهدف المنطقة ككل. صحيح. طبعا يعني الحقيقة الدور المصري والثورة 30 يونيو وإعادة تصحيح المسار كان مش في مصر بس، ده كان لكن كان للمنطقة كلها وكان له تأثيراته الإيجابية على المنطقة كلها. انت الآن مطالبة
بان تبقى في رؤيه استراتيجيه متقدمه، مش مساله علاج بقى مشاكل قديمه، لكن ازاي مواجهه التحديات المستقبليه. المؤامرات اللي احنا كنا بنسمع عنها في الاول وكنا بنستنكرها ونقول ده مش عارف ده فكر بقى مش عارف فكره المؤامره اللي مش موجوده، لا المؤامره موجوده بدليل ما حدث خلال الفتره اللي فاتت. وبالتالي لابد ان يكون لدينا نحن اجنده مستقبليه جاهزه لمواجهه كل، والاهم من ذلك يا استاذ عبد المحسن ان تكون اجنده مستقبليه موحده وفيها رؤى متوافقه ما بين الدول العربيه الشقيقه تجاه الازمات التي تحدث في الوطن العربي. استاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره الاهرام، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل. أرحب بكم في بلدكم مصر في ظل مرحلة تاريخية تنعكس تداعياتها على أمننا واستقرارنا. نجحت المخططات التي تستهدف منطقتنا، وبالتالي تراجع التعاون الجماعي والذي كان كفيلاً بحل أي مشكلة أو أزمات أو صراعات دون تدخل خارجي. علينا أن نعمل بصورة جادة على تجاوز التباعد السياسي في المواقف، وأن نعمق تعاوننا الاستخباري الذي يمكن من خلاله تجميع أجهزة دولنا وحكوماتنا حول حماية أمننا واستقرارنا. معنا خبر مهم جدا الحقيقة. النهاردة شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك ما بين مصنع 200 الحربي وإحدى شركات صناعة وسائل النقل. طب احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الاتفاقية المهمة دي، عشان كده هيكون معنا هاتفيا المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي. مع الوزير تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا أستاذ آية، برحب بحضرتك وبجمهورك العظيم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. لو تكلمنا يعني عن تفاصيل أكتر عن هذه الاتفاقية المهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا النهاردة وقعنا اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل اللي هي MCD. البروتوكول لتصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية، وده كله بالتأكيد في إطار سعي الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية. وكان من قبل كده بنتكلم على المركبات اللي بتعمل بالغاز، كل ده من منطلق حرص الدولة على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية البيئية. لو بصينا الانبعاثات اللي بتطلع من الاتوبيسات اللي هي بالسولر او اكسيد الكربون، الضوضاء، الحراره، كل ده مش موجود طبعا في الاتوبيس الكهربي. العوائد الاقتصاديه لو حضرتك تعرفي ان الكيلو متر اللي بيقطعه الاتوبيس اللي بيعمل بالسولر بيكلف الكيلو متر 3 جنيه و40 قرش تقريبا. الكهرباء بيكلفه 2 جنيه و40 قرش. اذا الوقود اللي انا بستخدمه ده هستخدم 45% من قيمته في الاتوبيسات الكهربائيه. الصيانه يعني الاتوبيسات الكهربائيه او العربيات الكهربائيه عموما بتساوي تقريبا 30% من الصيانه للاتوبيسات العاديه. طيب احنا كانتاج حربي بنمتلك امكانيات تصنيعيه وتكنولوجيه وكوادر فنيه مدربه، كنا لازم نسعى للتعاون مع شركه متميزه في هذا المجال، مجال انتاج المركبات الكهربائيه والاتوبيسات.
وحاصلة على عديد من شهادات الجودة عشان ننتج أوتوبيس كهربائي مصري. معنى الكلمة مصر تصميم، دي حاجة أول مرة تتم في مصر. تصميم مصري للأوتوبيس من خلال شركة صناعة وسائل النقل والتصنيع، يعني مش تجميع يا فندم، تصنيع. تصنيع للمكونات وتجمعها وإنتاج الأوتوبيس كامل في مصانعنا ومصانع شركة صناعة وسائل النقل. احنا هنوصل بنسبة تصنيع محلي أكتر من 60% مع بداية الإنتاج، ودي حاجة كانت صعب احنا نوصل لها لو كان الشريك ده شريك أجنبي، لأنه بيبقى متمسك قوي إنه يفضل هو مورد المكونات، ما بيدينيش بحرية إن أنا أصنع محلي. إنما لما يبقى التصميم مصري احنا نمتلكه نقدر نزود نسبة التصنيع المحلي لحد ما توصل. طبعا في بعض مكونات لازم هتيجي من بره زي الموتور زي البطاريات المحاور، انما باقي المكونات كلها بعد كده انتاج مصري 100%، الشاسيه، الاجناب، السقف، المقاعد، النوافذ، الابواب، الاكسسوارات، الدهان، الاقسامات. يعني مش عايز اطول على حضرتك، لا اتفضل براحتك. حتى الاطارات احنا اطارات مصريه في الصنع. كل ده كل ده لو انا خرمته. بعض الناس بتقول ان ثمن الاوتوبيس هيبقى غالي قوي. حقيقي صح، الاوتوبيس الكهربي سعره تقريبا 1.7 سعر الاوتوبيس اللي بيستخدم الصولار، ولكن لما بص لتكاليف التشغيل زي ما قلت لحضرتك الوقود تقريبا 45% من السولار، الصيانه 30% من الصيانه للاوتوبيس السولار، انا اقدر اجزم ان فرق السعر في الاوتوبيس ده انا هقدر استعيده يمكن خلال 3-4 على الاكثر. الترند والاتجاه العالمي ان تقريبا في سنه 2030 2032 هيتساوى انتاج العالم من العربيات الكهربائيه مع العربيات اللي بتعمل بالبنزين او الصوت. حاليا في العالم في تقريبا 7 مليون عربيه كهربائيه. احنا متوجهين ابينا او لم نأبه الكهرباء. احنا في مصر عندنا فائض في الكهرباء، احنا كمان بنفكر ننتج الشاحن الخاص بالاتوبيسات. نظريه عمل الاتوبيس الكهربي اسهل او تطبيقها او استخدامه اسهل من العربيه الصغيره، لان الاتوبيس دي في الاخر جراج يقف فيه، اقدر ابتدي اشحنه يقف 8-10 ساعات. الشحن انما عربيه الركوب لازم بيت حضرتك يبقى مجهز بشاحن او يروح بارك يقف يشحن حوالي ساعتين. انما الاتوبيس هو كده كده، يا ليه موقف اقدر اعمل فيه الشاحن، يا ليه جراج اخر اليوم بقدر اشحنه. الاتوبيس اللي احنا بصوت انتاجه بيعمل 300 كيلو بدون ما يحتاج شحن ثاني. الاوتوبيس عشان زمن الشحن بتاعه تقريبا 2.5 ساعات. الاوتوبيس باور بتاعته 265 حصان تقريبا. لا يقل عن الاوتوبيس السولر في الباور في الطاقه بتاعته. اما بقى لو بصينا للعائد الاجتماعي الحقيقي واللي الدوله كلها مركزه فيه، ان احنا هنغير ونرتقي بنمط حياة المواطن المصري العظيم. وده محور عمل الحكومة المصرية حقيقي. لما يستقل أوتوبيس لائق، مفيش ضوضاء، مفيش انبعاثات حرارية أو انبعاثات غازية، كل ده بيصب في الحياة الكريمة للمواطن المصري. طبعا مش هتكلم على دعم الصناعة الوطنية، أنا بفتح مجالات كثيرة للصناعات المغذية ليا للأوتوبيس. صحيح. مكوناته دي كلها، وكل مر وكل هيمر الوقت انا هزود ان شاء الله نسبه التصنيع المحلي ان شاء الله. احنا ان شاء الله مخطط يعني نبدا الانتاج خلال من 6-8 شهور. هنبدا يمكن بطاقه يمكن يعني 200-300 اتوبيس
علشان نشوف استيعاب السوق لينا، ولكن احنا عينينا على التطبيق حقيقي، وده هدف الشركه اللي احنا متعاونين معاها او متكاملين معاها في الانتاج، لان هي شركه هي بتصدر الماركات العاديه للمنتجات العاديه، فده هدف تصديري ليها لافريقيا لاوروبا. يعني مش الاقتصار فقط على الصناعه المحليه او التواجد المحلي، لا كمان انا بفكر وبوسع طموحي في التصدير والاولويه للقاره الافريقيه. بالضبط يا فندم. معالي الوزير، طبعا يعني لو في اي معلومات اضافيه حضرتك ممكن توضحها اكتر للساده المشاهدين بخصوص هذا الانتاج، يعني تفضل. انا بس حريص ان انا اقول ان ده توجه رئيسي لوزاره الانتاج الحربي، وهو الحرص، كل الحرص على التكامل والتعاون مع مختلف جهات التصنيع في الدوله وخاصه القطاع الخاص. وانا في جميع مداخلاتي باصر على التركيز على النقطه دي، القطاع الخاص حيث الخبره التخصصيه والانتماء الوطني اللي لدى معظم مفردات هذا القطاع لازم استفيد منه، هو بيستفيد وانا بستفيد والبلد مصر ان شاء الله بتستفيد، والمواطن المصري ينعم بمواصله راقيه فيها ادميته محفوظه ان شاء الله. ان شاء الله. معالي الوزير المهندس محمد احمد مرسي وزير الدوله للانتاج الحربي، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل المهمه وهذا المجهود العظيم، وبالتوفيق دايما يا رب. طيب ندخل بقى لموضوعنا الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه، عم نيباه اللي احنا الفيروس الجديد اللي احنا مش عارفين بصراحة يعني هيودينا لفين، وكمان الفيروس اللي احنا بنواجهه دلوقتي جائحة كورونا اللي احنا برضو مش عارفين هي هتوصل لفين. فالابتلاءات الصحية اللي احنا عايشين فيها دي احنا محتاجين ان احنا نستعين بخبرة كده محترمة، عشان كده معانا دلوقتي عبر الصوت والصورة الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. يا دكتور إسلام تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا أستاذة آية، تحياتي، مساء الخير. والله يعني أنا نفسي أستضيفك في ظروف دايما تبقى مبهجة ومبشرة، لكن هنعمل إيه يعني، ده اللي احنا بنعيشه كلنا في العالم. إيه حكاية نيباه دي يا دكتور؟ يعني وإيه الفرق ما بينه وما بين فيروس كورونا؟ وإزاي يعني ده يتلبس له كمامة ولا يتلبس له بدلة واقية ولا نعمل إيه بالظبط؟ خلينا نبتدي سريعا نطمن الناس الأول. يا ريت. نيباه فيروس حاليا مفيش منه حالات. هو كله تقرير تحذيري. طب خلينا ناخد بقى القصة من أولها. إيه نيباه فيروس ده؟ عموما هو فيروس بينتقل، احنا تعودنا يعني زي معظم الفيروسات اللي احنا عاملين نتكلم عليها الفتره اللي فاتت، من الخفافيش برضه. وبينتقل من خفاش معين اسمه خفاش الفاكهه، لما بيكون الخفاش ده مصاب بالفيروس وياكل بلح، بياكل من على نخله، بياكل فاكهه معينه اغلبيتها بتبقى للبلح بالذات، بعد كده البلح ده بيقع او الثمر بياكله كائن تاني او الانسان من غير ما يغسل ايده، فبتنتقل ليه العدوى. فيا اما بيجي عن طريق ان شخص اكل ثمر مش مغسول كويس، او ان في حيوان وسيط غالبا في اسيا بيبقى الخنزير او حصنة، بعد كده في تعامل ما بين الحيوان والشخص. بعد كده في ناس بيظهر عليهم اعراض، في ناس ما بيظهرش عليهم اعراض. الاعراض بتاعته هي للاسف للي بيظهر عليهم اعراض هي اعراض حاده شبيهه بالانفلونزا، ولكن برضو فيها التهاب في الدماغ في المخ، وبتؤدي ل 75% من الوفيات. طب هو ايه اللي فكر يعني فكرنا بفيروس نيبال؟ ان هو مش فيروس جديد، هو قديم. الفكره كلها ان منظمه الصحه العالميه عندها يعني زي ما نقول التوب 10 كده او العشرة الاوائل في الاوبئه اللي ممكن ان هي يحصل منهم مشاكل في المستقبل. فنيبال فيروس من ضمن اللائحه ديت، فطلع بصدده تحذير ان احنا محتاجين نعمل حسابنا، لان لا يوجد لقاح ولا يوجد علاج ليه. طب هل هو يعني مشكلته كانت كبيره في الماضي؟ اخر مره ظهر هو طبعا هو موجود اول مره كان في ماليزيا سنغافوره، بعد كده ابتدى يبقى موجود في سريلانكا والهند. 2018 كان موجود في الهند، توفى منه فقط 17 شخص، بعد كده تمت السيطره عليه. فهو السيطره عليه سهله، وهو عموما اي فيروس بيؤدي لوفيات عاليه قوي كده بيبقى السيطرة عليه اسهل. طب ازاي سيطروا عليه يا دكتور طالما ما فيش لا ادويه ولا لقاحات ليه؟ ازاي سيطروا عليه؟
لسببين، ودي نقطة كويسة قوي. النقطة الأولى إن في كائن وسيط، يعني في حاجة أقدر أسيطر عليها، اللي هي إن حد ما ياكلش لحم أو يتعامل مع حيوانات مصابة، ودي سهلة لأن بيتم عزل المنطقة فورا ومنع التعامل مع الحيوانات. والحاجة التانية هو عن طريق الثمر نفسه الغير مغسول، فلو اتغسل تمام. الانتقال ما بين النقطة التانية بقى ما بين البشر وبعضهم هو صعب، مش زي فيروس كورونا، يعني صعب إن شخص يعدي التاني، بينتقل بسوائل الجسم، فبالتالي العدوى بتاعته كانتشار قليله. صحيح. طب ليه بيقولوا سريعه الانتشار؟ الانتشار بتاعه قليل عكس كورونا، يعني كل التقارير الصحفيه اللي موجوده ومعظمها بتقول ان هو سريع الانتشار وان هو مخيف ومرعب والجو مقبض جدا، فعشان كده انت حضرتك بتقول نقطه يمكن ما ذكرتش قبل كده. نطمن الناس. يا ريت، انا محتاجه ان احنا نطمن كل كلنا. المرات اللي ظهر فيها نيبا تم تسيطر عليه سريعا. هو الانتشار بتاعه بيبقى سريع في بيسموها ايه، في زون زيرو، يعني زي ما كنا بنقول وهان ده زون زيرو بتاعت كورونا. الزون زيرو بيبقى فيها انتشار سريع لان هو في ثمر معين في العدوى، في ناس اكلت اكله معينه وكان فيها العدوى ابتدى ينتشر، لكن بعد كده السيطره عليه سهله. احنا زي ما كنا بنقول اخر مره ظهر تم التسيطر عليه بعد 17 وفاة فقط. فعموما احنا مش محتاجين نقلق من وجوده. طيب. هو فقط تحذير. طبعا احنا محتاجين ناخد احتياطاتنا كشركات أدوية وبحث علمي، لان في عندنا أوبئة كتير ملهاش حل لو ظهرت في المستقبل، فهو فقط كان تقرير من الجارديان للتحذير. طيب، ده بالنسبة لفيروس نيبا، يعني زي ما حضرتك كده نطقت، لان انت اكيد يعني هتنطقه احسن مني، لان انت اكيد يا متخصص في الموضوع ده. طيب، نتكلم في فيروس كورونا بقى. الحقيقه يعني فيروس كورونا وصل لحد فين؟ يعني احنا عندنا في مصر الحالات تراجعت، بس برضو ده مش دليل ان احنا نطمن، ومش دليل ان احنا نستغنى عن الاجراءات الاحترازيه، سواء كان في التباعد الاجتماعي او الكمامه او الكحول او غسل الايدين والتغذيه السليمه والتهويه. يعني انا محتاجه برضو ان حضرتك يعني تحطنا في المشهد الحقيقي، سواء كان عندنا في مصر طبعا الاولويه او بعد كده في العالم كله. تمام. يعني استاذه ايه، دي نقطه مهمه جدا، لان هو عموما وده اللي احنا شفناه في الموجه الاولى، اول ما الارقام بتبتدي تنزل الناس تبتدي تقلل احترازاتها. فاحنا مبدئيا كمنحنى وبائي احنا الاصابات فعلا قلت، الكيرف ومنحنى الوفيات لسه ما اتكسرش، يعني احنا لسه في التسطيح بتاعه، ان شاء الله يتكسر الاسبوع ده. بس هي المعادله سهله زي ما تفضلتي بالظبط، الاجراءات الاحترازيه بتتبع وفي تباعد وان احنا بنرتدي الكمامات تبتدي الارقام تقل، بنرجع ونسيب الاحترازات وما نلبس الماسك وما نعملش تباعد اجتماعي، بعدها باسبوعين بتبتدي الارقام تعلى، بعدها بثلاث اسابيع تبتدي الوفيات تاني تعلى. فاحنا عايزين نخلص من الموجه الثانيه على خير، بحيث ان الموجه الثالثه باذن الله تبقى اخف، ويبقى كمان التطعيم ابتدى ينتشر اكتر، فبذلك ابتدينا نعمل تحييد للمرض، وهو ده الهدف بتاعنا. احنا بنعمل السنه دي تحييد فقط للمرض. يعني ايه تحييد؟ يعني ادي اللقاح للفئات اللي لا قدر الله ممكن يجي لها أعراض تنفسية حادة أو تتوفى، اللي هم كادر طبي وكبار السن وأمراض المزمنة. طب نرجع تاني للنقطة اللي تفضلت بيها، طب هو الاحترازات على مستوى العالم بقى أخبارها إيه، والمنحنى الوبائي على مستوى العالم أخباره إيه؟ إحنا حاليا برضو في أوروبا بنشهد يعني رجوع في الأرقام، سواء في الإصابات أو في بداية انكسار الوفيات كذلك. شفنا إيطاليا اللي هي كانت طبعا من أعلى المعدلات ابتدت الأرقام تنزل. البلاد اللي عندها مشكلة حتى الآن هي إنجلترا وفرنسا مينلي، ونقدر نقول كده سريعا أن إنجلترا وفرنسا بدأوا برضو إجراءات الاحترازية في الموجة الأولى متأخر، عندهم مشكلة حاليا في الإغلاق، عندهم انتشار كبير للسلالات الجديدة، فعندهم كذا عامل مخلي الموجة دي أشد من بقية بلاد أوروبا. فنحب بس رسالة أخيرة، يا ريت نفضل مكملين كده، هو بالظبط شهر مارس بإذن الله ممكن الموجة التانية دي تنكسر، في نهاية مارس أو أبريل ترجع تاني زي ما كنا بنقول زي نهاية الموجة الأولى، بحيث إن احنا نبقى نقدر نرجع تاني لنشاطاتنا العادية برضو بحرص لغاية ما اللقاح نفسه يبتدي ينتشر ما بين المصريين. طيب دكتور إسلام، حضرتك أشرت كده في وسط الكلام لموجة ثالثة، فأكيد اللي بيسمعنا يقول يا احنا لسه هنعيش موجة ثالثة، وهنعيش كمان لسه مع الفيروس ده حتى كمان مع وجود اللقاح، وهل مع كل موجة يعني بيبقى في تطور
للقاح نفسه؟ يعني حضرتك اتكلمت على فرنسا وانجلترا ان في سلاله جديده موجوده للفيروس، ويمكن دي كانت بتثير تخوفات كتيره جدا في العالم. هل مع كل موجه ومع كل فتره لهذا الفيروس بيبقى في طور جديد لتحوره بشكل كبير؟ تمام. هو عموما الفيروسات خلقت لتتحور، يعني هو ده اسلوبها في التكيف وفي ان هي تقدر تستمر في العيش. فكل موجه بتحصل بيحصل ان الفيروس نفسه مع الانتشار بيبتدي ان هو يتغير فيه بعض الخصائص، بنسميه متغير او فاريانت. المتغير ده في الاعراض صح كده يا دكتور؟ ولكن ليس اكثر بالظبط. يعني هو الاعراضه بتبقى يا اما زيها يا اما اخف ولكن اكثر انتشارا. فدايما الفيروسات بتتحور بهذا الشكل، ما عدا كان بس الاستثناء الوحيد في ايبولا، لكن كل الفيروسات بتتحور لاكثر انتشار. طب هل اللقاحات نفسها هتبقى مثلا غير دي جدوى لو التحور ده حصل؟ حتى الان لا، يعني حتى الان التحور نفسه بسيط جدا يخلي الحمد لله اللقاحات لسه ناجعه. لو تم تحور شديد في الفيروس، وده ان شاء الله مستبعد السنه دي، هيبقى في تغيير سريع في الانتاج. احنا مش هنعيد تاني كل الابحاث، فقط احنا هنعمل خطوط انتاج جديده بالشكل الجديد. طب هل في موجه ثالثه؟ يعني ردا بقى على اول سؤال، احنا هنستمر في موجات. هي الفكره كلها قد ايه الموجات دي قويه او قد ايه هتفضل مستمره وقت طويل. ان شاء الله يعني الموجه الثالثه تبقى جايه اهدى، لان هو غالبا بيبقى اكثر انتشارا، لكن احنا خلاص ابتدى يبقى في الناس اللي جالهم في اخر الموجه الثانيه عندهم مضادات اجسام بتقعد تقريبا 5 شهور، والفيروس نفسه ابتدى يبقى موجود اكتر ما بين البشر، وبالتالي تحمله بالنسبه لنا بيبقى احسن. طب اللي جالهم في الموجه الاولى يا دكتور؟ ده سؤال شخصي جدا، لان انا جالي في الموجه الاولى، فانا محتاجه بس اطمن. ألف سلامة. يعني هو عموما الدراسات اللي اتعملت ان هو مضادات الأجسام بتفضل في around 5 شهور. بعد 5 شهور ممكن نعمل تيست اللي هو الانتيبادي انتيجين، ونشوف هل لسه في انتيبوديز ولا لا. لو لسه في انتيبوديز خلاص يبقى انت كده لسه عندك حماية. طيب الموجة الثالثة يعني متوقع ان هي تكون في شهر ايه؟ يعني في مايو برضو ويونيو زي معاد الموجة الاولى لما جت مصر، ولا ايه بالظبط؟ ده صحيح، يعني مايو يونيو ده معاد الموجة الثالثة. واللي احنا دايما بنقوله، احنا ان شاء الله لو جدول الزمني للقاحات كان ماشي كويس وما كانش في مشكلة في التوريد، لان احنا عارفين طبعا دور المنشأ دلوقتي عندها مشكلة رهيبة في الجدول الزمني وفي توريد اللقاحات للعالم كله. لو ده الحمد لله، يعني لو ده ما حصلش، احنا ان شاء الله على مايو ممكن يكون ادينا لقاحات على الاقل للفئات الاكثر تعرضا، ان احنا كنا لسه بنتكلم عليها. طيب جهود مصر في اللقاحات وبرضه اصابات خفيفه. طيب جهود مصر في اللقاحات، وكمان يعني انت لو حضرتك كده سالت الناس اللي حواليك هتلاقي في ناس متحمسين جدا ان هم ياخدوا اللقاح ده وعندما يكون يعني متوفر للناس، وفي ناس تانية متخوفة ان هي تتعرض لهذه التجربة. شايف الحالتين ازاي، وجهود مصر في التعامل مع اللقاحات اللي موجودة في العالم؟ تمام. هو عموما التخوف من اللقاحات شيء قديم، يعني هو حتى في جماعات بيسموهم الانتي فاكسرز، اللي هي الجماعات المعادية للقاحات دي، موجودة من زمان جدا. دول حتى معادين للتطعيمات اللي بنديها لاطفالنا زي شلل الاطفال مثلا. فالتخوف بتاعهم من اثار جانبيه طويله المدى، حتى الان لا يوجد اي دليل علمي على هذا التخوف، يعني ما ظهرش اي حاله من اي لقاح ان هو ممكن يعمل اثار جانبيه على المدى الطويل. كل اللقاحات بتعمل اثار جانبيه لو عملت في المدى القصير في اول اسبوع من بدايه اللقاح. واحنا دلوقتي بقى عندنا خبره كويسه في فكره الامان والاثار الجانبيه وعرفناها. هو الاثار الجانبيه اللي احنا شايفينها حتى الان لبعض الناس هي بنسميها فلو لايك سيمبتومز، يعني اعراض شبيهه بالبرد او الانفلونزا. ارتفاع بسيط في درجه الحراره، ده معناه ان جهاز المناعه ابتدى يشتغل، في وهن في العضلات في الجسم، حاسس ان هو مش قادر يتحرك شويه، اول يوم تاني يوم بياخد باراسيتامول وخلاص، ساعتها بيبقى كويس وتستمر الموضوع عادي جدا. طيب ايه اللي يخلي الناس برضو متخوفه؟ فكره ان هو اللقاح طلع بسرعه. هو احنا ما عملناش اي اختصار في خطوات اختراع وابتكار اللقاحات، احنا سرعناها بس. دي حاجه بس تطمن الناس، احنا حاليا لما عملنا لقاحات على مستوى العالم عمر ما كان في ضخ اموال للبحث العلمي زي ما حصل في لقاح كورونا. فدي اول حاجه. تاني حاجه، قبل كده كان دايما المشكله ان احنا نجد متطوعين ياخدوا اللقاح عشان نجرب عليهم ويكون اصلا الفيروس منتشر عشان نعرف فعاليه اللقاح.
دي ما كانتش موجودة زمان، موجودة دلوقتي بكثرة. احنا المتطوعين عدوا الملايين حتى الآن في مستوى العالم. الحاجة الثالثة هي التكنولوجيا، يعني احنا حاليا عندنا تكنولوجيا فائقة وسيميليترز ان هنقدر نشوف يا ترى انهي موليكيول هتبقى احسن او انهي لقاح ممكن يبقى احسن في التجارب الكلينيكية قبل حتى ما يتم البحث العلمي عليه. فالثلاث حاجات دول ساعدتنا ان احنا نقدر نسرع اللقاحات، لكن احنا العلم ما اختصرش اي خطوة في التأكد من الفعالية او السلامة للقاحات، فما فيش اي خوف او ضرر من اللقاحات. احنا الحمد لله مصر من اول ما ابتدت التجارب الاكلينيكية احنا اشتركنا مع سينوفارم في التجارب الاكلينيكية في المرحلة الثالثة على البشر في البحث العلمي، وتعاقدات كانت مستمرة ما بين كوفاكس المبادرة الدولية للقاحات ومع الشركات مباشرة اللي هي التعاقدات الثنائية، سواء كان مع الصين أو إنجلترا وأمريكا في بعض الأحوال وروسيا. فمن الأول احنا يعني الحمد لله ان احنا تعاقدنا سريعا، ان احنا شايفين مشاكل التوزيع على مستوى العالم. احنا الحمد لله ابتدى يجي لنا سينوفارم، ابتدى يجي اول باتش، ونفس الكلام لأكسفورد أسترازينيكا، فدي بداية مبشرة إن شاء الله بإذن الله. بس إحنا اللي حاليا متخوفين منه هو السبلاي أو الإمداد على مستوى العالم، لأن أوروبا حاليا عندها مشكلة كبيرة في التوريد. صحيح. مثلا اليابان عندها مشكلة كبيرة، اليابان كانت متعاقدة على 350 مليون جرعة ما جالهاش ولا جرعة حتى الآن. أمريكا كانت بلانينج أنها تدي مليون شخص كل يوم، مش عارفة تعمل كده. إنجلترا مستأثرة ب 70% من اللقاحات وعندها مشكلة مع الاتحاد الأوروبي. فالمشاكل الدولية دي ممكن تنعكس على الشرق الأوسط كله في الجدول الزمني، ومع المشاكل الدولية دي إن شاء الله يستمر. وفي نفس الوقت يعني وضع اللقاحات دي، المهم ان احنا نحتفظ بصحتنا احنا والإجراءات الاحترازية لحد بقى ما ايه يعني العالم يستقر في كل الأوضاع اللي خاصة باللقاحات. يعني دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، شكرا جدا لحضرتك على كل هذه المعلومات المفيدة والاطمئنان. يعني ربنا يطمنك كده دايما زي ما احنا بنقول، لان طبعا القراءات دايما بتخوف، ولما بتكون حاجه مجهوله او مش معلومه طبعا بتسبب رعب، زي كده ما استقبلنا فيروس كورونا من سنه بالظبط لما بدانا نسمع عنه. ربنا يحفظنا جميعا، وخلي بالكم من صحه حضراتكم والكمامه والتباعد الاجتماعي والتهويه والتغذيه السليمه والكحول وغسيل الايدين. كل دي الحاجات دي بصراحه يعني اللي بيستهون بيها للاسف ممكن في يوم من الايام يتعرض لتجربه قاسيه جدا. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر، وتقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي اي عبد الرحمن، واشوفكم على خير.